أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ. سلسلة الحلقات المقبلة من هذه الشهادة يمكن إضافتها ما بين شهادات الدبلوماسية المصرية على التاريخ، حيث أننا استضفنا في حلقات سابقة الكثير من رموز الدبلوماسية المصرية. فضيفنا في قادم الحلقات واحد من رجالات الدبلوماسية المصرية، تجربة عمله انتقلت به ما بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، وفي كل مرحلة وكل محطة من هذه المحطات هناك كثير من الملفات الثرية مرتبطة بكثير من المشكلات الحادثة حاليا في العالم أو في هذه الدوائر الإقليمية، وأيضا مرتبطة ببعض الملفات التي احتواها التاريخ أو من المفيد أن نقدم قراءة تاريخية لها. أدعوكم لترحيب بضيفنا في هذه الحلقات من شهادة للتاريخ، سعادة السفير شريف شاهين، عضو المجلس المصري للسياسات الخارجية. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معنا في هذه الشهادة المهمة التي نوثق لرأي حضرتك تجاه بعض من القضايا المثارة حاليا وبعض من الملفات التاريخية. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ويسعدني أن أتواجد معكم في هذا البرنامج القيم في الحياة. أهلا بك. وقبل البدء لدينا فاصل قصير ثم نبدأ مع حضرتك مباشرة. أهلا بكم مجددا، وأجدد التحية لضيفي وضيفكم سعادة السفير شريف شاهين، عضو المجلس المصري للسياسات الخارجية. أهلا بكم مجددا سعادة السفير. نقطة البداية عادة أو دائما في هذه الشهادة نقترب فيها من ضيف الشهادة فيما يتعلق بالجانب الشخصي والإنساني به بالقدر الذي يسمح به. ماذا عن نشأة حضرتك وظروف التعليم والشخصيات التي أثرت في طفولتك؟ أنا ولدت عام 1957 في حي المنيل، ونشأت في حي حدائق القبة بالقاهرة في أسرة بتعد أسرة كبيرة. والدي كان مهندس من مهندسي السد العالي في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، ووالدتي كانت مدرسة ثم تدرجت في المناصب إلى أن كانت نظرة المدرسة إعدادية للبنات. والحقيقة نشأتي تأثرت إلى حد كبير بوجودي في أسرة كبيرة بتضم خالات وعمات وأعمام، وكلهم كانوا بيحطونا بقدر كبير من الاهتمام والرعاية. وبالتالي يعني هذه الرعاية أثرت فينا من الناحية من ناحية النشأة، من ناحية التربية، من ناحية الثقافة، أمور كثيرة في الحياة. الحقيقة أنا ابتديت في مدرسة السلام كوليدج في القاهرة، ثم انتقلنا مع والدي إلى أسوان في عام 1965 بعد تحويل مجرى النيل. كانت مرحلة اللي بدأ فيها بناء محطة كهرباء السد العالي، وكانت مرحلة مهمة جدا. قعدنا في أسوان حوالي 7 سنوات. الحياة مختلفة بين القاهرة وأسوان بالتأكيد. بالتأكيد كانت مختلفة، لكن أسوان أثرت فينا جدا كمدينة، لأنها مدينة من أجمل مدن مصر، شعبها من أطيب شعوب المحافظات المصرية. كانت العلاقات قوية وفي ترابط ما بين الكوميونتي او المجتمع اللي كان بيسهم في بناء السد العالي في هذا الوقت. عاصرنا حرب 67 هناك، ثم جاء افتتاح السد العالي عام 1971، ثم بعد افتتاح السد العالي انتقلنا الى القاهرة. حصلت على الشهادة الإعدادية من مدرسة النقراشي الإعدادية، ثم انتقلت إلى مدرسة الطبري الثانوية، حصلت على الثانوية العامة عام 1975. ثم
بعد كده التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس لمدة عام واحد، ولكن ما كنتش سعيد بوجودي في كلية التجارة، فانتقلت إلى كلية الآداب لقسم علم النفس، هو قسم اللي أنا اخترته علشان أبدأ فيه يعني حياتي الأكاديمية أو المهنية. وتخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1980. تمام، أنا أتوقف هنا، وهنا بعد كده تكون نقطة انطلاقنا إزاي وصلت للخارجية، لكن لو لحضرتك تقول إنه في شخصيات أثرت في طفولتك، مين؟ بالتأكيد أكتر شخصية أثرت في طفولتي كان جدي لوالدتي الله يرحمه، وكان شخصية مميزة رحمة الله عليه، كان بمثابة مش بس جد، ولكن كان جد وصديق في نفس الوقت، لأنه كان بيطلعني على أشياء كثيرة، يصطحبني في أماكن كثيرة في القاهرة لها تاريخ، فكنت بحب دايما من خلاله الأماكن التاريخية العريقة في القاهرة مثل حي المعز والحسين والسيدة زينب وهذه الأحياء. ثم كنا بنتناقش في أمور كثيرة سياسية، أنه كنا نقرأ الجرائد يوميا، ومن خلال الجريدة اليومية الأهرام والأخبار والجمهورية كنا بنتناقش في الأمور السياسية، ومن هنا بدأ اهتمامي بالشأن السياسي منذ طفولتي. كان بيعمل أو ليه؟ كان مهندس في وزارة الري العصرية، وكان له عمل. ده جدك لوالدك؟ جدي لوالدتي وأيضا جدي لوالدي كان برضه مهندس ري، كان في السودان. العائلة كلها مهندسين، العائلة كلها سعد سفير. كانوا في واضح إن حضرتك اللي ضليت الطريق للخارجية. ليهم ارتباط بين من مصر والسودان دايما. طب ما فكرتش ليه في الهندسة؟ لا، ما كنتش بحب الرياضيات ابدا. واضح، يعني سبت التجاره من اول سنه. يعني كملتش. انا لم استمر في كليه التجاره لاني ما حبيتش مادتين تحديدا، الرياضه والمحاسبه. تمام. ما كنتش بحبهم من صغر يعني. ما كنتش ناجح فيهم قوي يعني. وايضا من الشخصيات اللي اثرت في تكويني الفكري خالي، لأنه كان محب جدا للقراءة، وكان عنده مكتبة ضخمة جدا، فكنت أقضي ساعات في غرفته أطالع الكتب بمختلف أنواعها وبمختلف توجهاتها، والصحف القديمة وكنت أتصفح فيها، فكنت من خلال هذه الصحف القديمة اللي كان فيه هواية عند خالي أنه يجمع كل الصحف المتصلة بالأحداث الهامة والمؤثرة، زي الوحدة مع سوريا، زي انقلاب العراق سنة 58 و 67، وأحداث كانت لما الإنسان يتصفحها ويغوص فيها يفكر في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالسياسة و العالم العربي ومستقبل هذه المنطقة، ومن هنا نشأ اهتمامي أو تكويني السياسي يعني من الفترة دي. يعني حضرتك ممكن تقول وأنت مطمئن إنه فترة طفولتك كان في روافد ثقافية كثيرة من فترة مبكرة جدا في حياتك. بالضبط، بالإضافة لإنه ويمكن ده القدر يعني تسبب فيه بسبب وجود الشخصيات المحيطة بيه، كان معظمها مثقف أو بيقرأ، وكان يهتم كانوا يهتموا بالشأن العام وبالشأن السياسي، وبالتالي كان بيتم بينا مناقشات ثرية جدا، ومن خلالهم كنت بتعرف على مختلف الآراء ومختلف الاتجاهات والسياسات والأحداث، وبالتالي بدأ شغفي بالشأن السياسي والشأن العام إلى أن انتهيت من المرحلة الجامعية. طب هنا قبل ما حضرتك تسترسل، حضرتك حطيت كأولويات ليك أنك توصل اقتصاد وعلوم سياسية كنافذة واسعة تدخل منها إلى الخارجية؟ كان عندي رغبة في أني أنا ألتحق. ما دخلتهاش ليه؟ ليه دخلت؟ لا، مجموعي لما أحصل على المجموع اللي يؤهلني للالتحاق بكلية الاقتصاد. لكن حضرتك كنت مرتب أفكارك فعلا وراسم طريق أن أنت عايز الخارجية إلى حد كبير.
إلى حد دي عن قناعات شخصية ولا المحيطين بيك عن قناعة شخصية رسموها لك؟ لا عن قناعة شخصية، أن أنا كنت اللي عندي رغبة، لكن مش عارف يعني الطريق، إلى أن شجعني جدي الله يرحمه أن أنا أتقدم لامتحان وزارة الخارجية. وانا وقتها كنت في الخدمة العسكرية. ده بعد ان حصلت على ليسانس الاداب قسم علم النفس جامعة عين شمس. جامعة عين شمس. وفي هذه الفترة شجعني جدي ان انا اتقدم لامتحان وزارة الخارجية واذاكر، وتقدمت وذاكرت الحمد لله. يعني ربنا وفقني ان انا التحق بهذه المؤسسه المصريه العريقه اللي انا باشرف بالانتماء اليها. السؤال القديم الجديد المتكرر دائما مع ضيوفنا عندما يلتحقون بالخارجيه، كان هناك واسطه؟ لا بالعكس، ما كانش في واسطه، كان في شفافيه تامه وكان في فرص متساويه للجميع، وكل اقراني اللي نجحوا معايا في الدفعه بتاعتي اللي هي بنسميها الدفعه 14 في وزارة الخارجية كانوا كلهم زملاء أفاضل، وكلهم جايين من مستويات متباينة ومن كليات مختلفة ومن خلفيات مختلفة، وبالتالي يعني جمعنا العمل في هذه المؤسسة العريقة. حد منهم استمر مع حضرتك في العمل على امتداد رحلتك في العمل الدبلوماسي؟ يعني حد من زمالك اللي تعرفت عليهم مع دخولك للخارجية؟ كلهم أو المعهد؟ كلهم استمروا في العمل. أذكر مين منهم الآن؟ يعني إلى أن كثير منا أحيلوا إلى التقاعد ونلتقي على فترات لينا يعني لقاءات دولية. من الأقرب لحضرتك سعد سفير لتذكره الآن بكل خير وكأننا يعني نرسل له تحية؟ والله برسل تحية لصديقي السفير ناصر حمزاوي والسفير يوسف الشرقاوي والسفير صبري مجدي صبري وسفير ناصر كامل وسفير عمرو أبو العطا وكل الزملاء الافاضل طبعا خالص تحياتنا وتقديرنا ليهم. المفارقه انه بعض الاسماء اللي حضرتك ذكرتها جلس على ذات الكرسي اللي بتجلس عليه وشرفنا بيهم في شهاده ايضا للتاريخ، فخالص تحياتنا وتقديرنا ليهم طبعا. اصدقاء اعزاء كلهم زملاء افاضل الحقيقه. الخارجيه المصريه قبل الدخول في طبيعه عمل حضرتك والمحطات اللي توقفت ليها، ده كان لك ان تقدم ايضا شهاده للتاريخ. الخارجية المصرية ما أهم ما يميزها؟ هل هي فعلا مدرسة تتميز عن بقية المدارس الدبلوماسية أو يعني كل من يعمل في العمل الدبلوماسي على امتداد العالم؟ بالتأكيد دي ما فيهاش مبالغة أو تعصب؟ ما فيهاش مبالغة أو تعصب، لأنه مصر دولة كبيرة ودولة لها تاريخ ممتد، والخارجية المصرية لم تنشأ من فراغ. منذ استقلال مصر ومنذ إنشاء وزارة الخارجية هي تحمل تراث على أكتافها ممتد ويمتد إلى عمق التاريخ. وبالتالي مدرسة الخارجية المصرية مدرسة منذ بدأها حملت تراث وحملت تاريخ وحملت مسؤولية كبيرة تجاه وطنها وتجاه منطقتها في العالم. تمام. لأنه بالتأكيد مصر دولة كبيرة ودولة مؤثرة ودولة ليها تاريخ ودولة بتحمل سمات حضارات، عدة حضارات مش بس حضارة واحدة. وبالتالي هذه المدرسة اللي نشأنا في كنفها بتتميز بالانضباط وبتعطيك شعور بالإحساس بالمسؤولية والرغبة في العطاء من أجل مستقبل هذا الوطن. بالإضافة إلى أنها بتعطيك الفرصة أن أنت تستشرف آفاق المستقبل وتعطي لوطنك أقصى ما يمكن أن تقدمه عبر أجيال متتالية بنتعلم منها. يعني الجيل بتاعنا تعلم من الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله اللي قبله، و
على مدار تاريخ وزارتنا الحقيقة هناك أجيال من الأساتذة العظام اللي أثروا في تكويننا الفكري وفي وجداننا وفي وطنيتنا وفي عملنا وإحساسنا بالمسؤولية من خلال هذا العمل. عظيم. طب ده كان لحضرتك أن تشير على أحدهم وتصفه بأنه أستاذك في العمل الدبلوماسي، من يمكن أن تصفه بهذه الأوصاف يعني؟ الكثير يعني. لا أنا قصدي اللي هو حضرتك اتعلمت منه بشكل مباشر كان معالي الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق. تمام. اللي شرفت بالعمل معاه في سفارتنا في طوكيو، ومعالي الوزيرة ميرفت التلاوي التي أيضا شرفت بالعمل معها في طوكيو، والاثنين تعلمت منهم الكثير من الـ في طوكيو كان البوست بتاع حضرتك ايه؟ كنت مستشار في هذه الفترة. كنت أعمل مستشار في السفارة المصرية في طوكيو في هذا الوقت. و مستشار دي تعتبر يعني درجة في منتصف الطريق. في منتصف الطريق بالضبط. وهي أيضا درجة بتؤهلك أن أنت تتعلم من هذه المرحلة إزاي يكون ليك فكر مستقبلي وقيادي وتنظيمي في عمل البعثة ومسؤولية تجاه الآخرين. طب استغل وجود حضرتك برضو بالمناسبة، احنا لحد دلوقتي لسه ما وصلناش للشهادة اللي هي الشهادة اللي هنشترك فيها مع بعض القضايا، يعني دي كلها أسئلة على الهامش العمل الدبلوماسي. قد يكون هناك انطباع انه العمل الدبلوماسي عمل أصحاب الياقات البيضاء، والمفارقة انه في شهادة بعض سفرائنا في هذا البرنامج اوضح لي انه السفير مكانه ليس في المكتب، مكانه في الشارع. فلعل دي مناسبة ان انا برضو اسأل حضرتك هذا السؤال، هل ده صحيح انه السفير الناجح صحيح يكون، حتى هو وصفه بانه السفير لازم يكون سفير ميداني؟ بالضبط. السفير الناجح والمؤثر واللي بيسهم في تطور العلاقات ما بين بلده وبلده والبلد التي يمثل مصر فيها دائما ما لازم يكون على تواصل دائم مع كل القطاعات المختلفة في البلد اللي هو متواجد فيها بمختلف مستوياتها، ويتعرف على ثقافة المجتمع اللي هو متواجد فيه وخلفية هذا البلد الذي يقيم فيه، وأيضا يتواصل مع كل الشخصيات والفعاليات. مش بس كده، كمان تبقى له تواصل مع الجاليات المصرية اللي هو موجود اللي هي موجودة ومتواجدة في البلد اللي هو فيها، علشان يتعرف على قضاياهم ومشاكلهم ويساعدهم في التغلب عليها كي يكونوا مجتمع مؤثر في البلاد اللي هم متواجدين فيها. تمام. طيب بداية عمل حضرتك الفعلية كانت نقطة الانطلاق أوروبية مش كده ولا؟ كانت في اليونان. تقدر حضرتك تقول إنها بحر متوسط أكتر منها دولة أوروبية، هي أقرب لمحيط البحر المتوسط منها إلى أوروبا اليونان. بالضبط. لسمات المجتمع هناك يعني تجد إنه في تقارب ما بينها بين مصر ما مثلا، بين لبنان في تشابه في المحيط برضو البحر المتوسط. ده حقيقي يعني في تشابه كبير جدا في السمات الرئيسية للشخصية اليونانية مع الشخصية المصرية، يعني في أشياء مشتركة، إنه في حضارة مشتركة. الحضارة اليونانية القديمة أثرت في مصر، وتأثرنا بالفلسفة اليونانية القديمة وبالفكر اليوناني وبالأساطير اليونانية، ومن خلال حركة التجارة والشعوب كان هناك تواصل قوي جدا حتى على المستوى الشعبي، بدليل أنه في اليونان كان في جالية مصرية كبيرة جدا، معظمها كان بيعمل في مجال البحر وصناعة النسيج. ودي من الأسيتس المهمة جدا في العلاقات ما بين الدول، علاقات التواصل الشعبي. بالإضافة إلى أن تاريخنا مع اليونان تاريخ قديم،
وممتد، يعني ما حدش فينا ينسى ابدا الشخصيات اليونانيه اللي عاشت في مصر على مدار التاريخ، ويمكن تاريخ الحديث والمعاصر، مثلا زي الشاعر كافكاس وشخصيات يونانيه رفيعه عاشت في مصر، وشخصيات يونانيه كانت في اليونان وصلت الى مراكز متقدمه جدا كانت نشاتها في مصر، كانت نشاتها في مدينه الاسكندريه. فالتواصل ده، التواصل العميق ده بالتاكيد ما بيشعرش الانسان بغربه في مكان زي اليونان. لكن زي ما حضرتك اشرت لانه هناك تداخل حضاري او تفاعل حضاري ما بين مصر واليونان، ملامحه يعني حضرتك لمستها ازاي في وسط الشعب اليوناني، او معنى اخر ممكن تكون دي شهادتنا احنا لرؤيتنا لليونانيين، لكن الشخصيه اليونانيه كيف ترى المصري او تنظر اليه ازاي؟ بعتقد ان الشخصيه اليونانيه ترى المصري شريك له، شريك لليوناني في الحضاره الانسانيه، لانه اليونان استلمت شعلة الحضارة بعد الحضارة الفرعونية على طول، وأسهمت في نقل الحضارة إلى أوروبا. احنا هنا بنتكلم عن الحضارة الإغريقية واليونانية. الحضارة الإغريقية واليونانية القديمة. وبالتالي تشعر أن في سمات مشتركة، يعني لما تتعامل مع الشخصيات اليونانية، الشخصية اليونانية تشعر فيه بنفس بساطة الشخصية المصرية، نفس الروح المحبة للمرح ولديها حس تاريخي وبتحمل إرث تاريخي، بالإضافة لأن في قواسم مشتركة. يعني مثلا إحنا في اليونان من الأشياء اللي أنا بعتز بيها أن أنا كنت مسؤول في السفارة عن ملف اسمه ملف وقف قولة. وقولة دي هي مدينة التي نشأ وولد بها محمد علي باشا. وكان هذا الوقف السفارة هي المسؤولة عنه. الملف ده بالمناسبة يثار حواليه ضجة بين الحين والآخر، تعلو أحيانا وتخفض أحيانا كثيرا. هو كان هذا الملف، يعني وقف قولة بينتمي إلى وزارة الأوقاف المصرية، وبتوكل الإشراف عليه من الناحية العملية إلى السفارة باعتبار أنها يعني متواجدة في الميدان، وبالتالي هي بترعى هذا الوقف القديم اللي بيشكل أيضا امتداد في العصر الحديث ما بين مصر واليونان. عبارة عن إيه الوقف بالمناسبة؟ الوقف عبارة عن قصر قديم أنشأه محمد علي باشا ليكون، كان اسمه العمارة الخيرية الإسلامية، هو مدرسة وكتاب وملجأ وأماكن لتخزين الغلال والحبوب ولتقديم مساعدات لفقراء المسلمين في هذه المنطقة من شمال اليونان. واستمر هذا الوقف في عمله إلى أن يعني انتقل إلى إدارة وزارة الأوقاف في الوقت ده. الوقف ده أوقفته أسرة محمد علي أو أبنائه من بعده لنفس الهدف أو نفس الهدف. والآن أظن أعتقد أنه بعد، أنا ما تركت البعثة، يعني أنا تركت البعثة عام 88، بعدها كما علمت من زملائي اللي تولوا المسؤولية بعدها أنه انتقل الإشراف على هذا الوقف إلى وزارة الثقافة اليونانية باعتبار موقعه وزارة الثقافة اليونانية. اليونانية باعتبار بمعنى انه مصر ليس لم يعد لديها اي سلطات عليها. لا، ليها جوانب شرفية وليها جانب، يعني بيتعاونوا. هو الوقف هنا معناه انه هو ملك للجانب المصري؟ ملك للجانب المصري ولكن وزارة الثقافة اليونانية دخلت علشان الصيانة وعلشان انه يبقى معلم تاريخي. يعني لكن اليونان لا يمكن ان تتصرف فيه دون الرجوع للجانب المصري. بالضبط. لعل حضرتك تتذكر بمناسبه هذا الوقف انه سلط عليه كثير من الاضواء وبعض البرامج التلفزيونيه ذهبت لتصويره
في الفترة اللي بعد ثورة يناير يعني أثير هذا الملف بشكل كبير يعني، وكأنه يعني ثروات مصر ممتدة في مختلف أنحاء العالم. بالضبط بالضبط، لأنه في ميدان أمام هذا الوقف، وهذا الميدان فيه تمثال كبير لمحمد علي باشا يمتطي الحصان، وأعتقد أنه هذا التمثال قدمه مثال فرنسي بارز من مثالين هذه الفترة. عظيم. العلاقات المصرية اليونانية، إذا كان لحضرتك الآن تتحدث بشكل يعني تقيمها بشكل دبلوماسي أو سياسي بعيد عن الجانب الثقافي والتفاعلات الإنسانية بين المجتمعين، أبرز ملامح هذه العلاقة خاصة أنها في السنوات الأخيرة شهدت تطور وتفاعل ملحوظ ربما لم نشهده على امتداد عقود مضت، إذا كان لحضرتك أن تتأمل معنا في أهم ملامح هذه السياسة، ولماذا يعني انتعشت أو تفاعلت بهذا الشكل اللافت للنظر في السنوات الأخيرة؟ بالتأكيد لأن اليونان دولة مهمة جدا في شرق البحر المتوسط، ودولة عضو في الناتو، في تعاون سياسي وعسكري وأمني واقتصادي كبير، أيضا هي عضو في الاتحاد الأوروبي. هناك طبعا أهمية كبيرة للعلاقات في هذه الفترة بعد ظهور الغاز في شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية ما بين مصر واليونان وقبرص، وساعد ذلك على الاستفادة من ثروات مصر البحرية بالتعاون مع الجانب اليوناني. فبالتأكيد العلاقات المصرية اليونانية علاقات مهمة جدا جدا وحاكمة في ضبط الأوضاع السياسية والأمنية في شرق البحر المتوسط. يعني التفاعل الحدث في الفترة الأخيرة مبني على أرضية اقتصادية في المقام الأول، أرضية اقتصادية وأرضية سياسية أيضا وأرضية أمنية، لأنه اليونان لما أنا كنت فيها في فترة من 84 إلى 88 كانت تموج بتفاعلات سياسية كبرى باعتبار أنها مسرح للتفاعل ما بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة. أيضا كانت مسرح لتفاعلات عربية في هذه الفترة. يعني إحنا في هذه الفترة من 84 إلى 88 هذه الفترة كنا إحنا معزولين عربيا بعد اتفاق كامب ديفيد، ومن الأشياء اللي الواحد بيعتز بيها جدا إنه أثناء تواجدنا في اليونان وفي المحافل وفي المناسبات المختلفة كان يتم التعامل معنا. طبعا لم تعد مصر إلى الجامعة العربية إلا بعد ذلك، وعادت العلاقات العربية العربية، لكن قبل ذلك كانت العلاقات ما بين الإخوان وبين الإخوة العرب بتتم على المستوى الشخصي. كانت أقرب سفارة لينا في هذه الفترة كانت السفارة العراقية، كان الأخوة في السفارة العراقية دايما هم بيتواصلوا معنا ويقدموا لنا المفارقات. اللي حضرتك عملت سفيرا لمصر في بغداد بعد ذلك. لكن اذكر يعني من الاشياء اللي الواحد يذكرها انه كان السفير نبيل نجم، وهو كان بالمناسبه بعد كده خدم سفيرا في القاهره لفتره طويله، كان محب جدا لمصر، كان من السفراء اللي لا يبالوا بالمقاطعة العربية ويتعامل مع السفارة المصرية ومع السفير المصري بأريحية، وكنا منفتحين، وهم اللي ساعدونا يعني في أننا باقي السفارات العربية تتعامل معنا بشكل طبيعي إلى أن عادت مصر مرة أخرى إلى الجامعة العربية واستعادت مكانتها، وعادت الجامعة إلى القاهرة لتمارس دورها ويكون لنا يعني حديث إن شاء الله عندما تأتي هذه اللحظة أو هذه النقطة. لكن اليونان قبل أن نغادرها واجهت مشاكل كثيرة جدا سعادة سفير في تواجدها في الاتحاد الأوروبي،
ربما كانت على شفا الإفلاس أو الانهيار في فترات لاحقة يعني. أنا لم إيه السبب إنها، لأنه حضرتك استوقفني أو حالي بالسؤال ده، ما أشرت ليه في بداية حديثنا عن اليونان إنك تحفظت أو آثرت إن أنت تصفها بأنها دولة متوسطية أكثر من كونها أوروبية. فهل هذا البعد حاجز ما مثلا في فكرة اندماجها بشكل فاعل في الاتحاد الأوروبي؟ لا، هو مش حاجز، لكن هو الحقيقة التفاعلات السياسية والاقتصادية اللي مرت بها اليونان والسياسات ومراحل من عدم الاستقرار السياسي ساهم لحد كبير في أو انعكس على الأزمة الاقتصادية اللي مرت بها اليونان. ولكن خلال فترة تواجدي من 84 ل 88 كان بيحكم الحزب الاشتراكي اليوناني باسوك. في هذه الفترة كان بيرأسه رئيس الوزراء الأسبق الراحل أندرياس باباندريو، وكان له توجهات اشتراكية بعكس التوجه لدول اللي بتقود الاتحاد الأوروبي أو التجمع الأوروبي. وكان في هذه الفترة دائما كنا بنشهد صدام ما بينه وما بين شخصيات بارزة زي مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في هذا الوقت، وانعكس ده على دور اليونان في الاتحاد الأوروبي في خلال الفترة اللي أنا بتواجد فيها. يمكن كان ارتباطه أكتر بالدول العربية أكتر، يعني كان علاقاته قوية جدا بليبيا قذافي في هذه الفترة. لكن ليه اليونان واجهت المشاكل والأزمات ديت؟ لأنه طبعا جميعنا تذكر أنها كانت على وشك الإفلاس لولا تدخل ألمانيا، قدمت حزم مساعدات من خلال الاتحاد الأوروبي طبعا يعني للجانب اليوناني. وأذكر أنه ربما على المستوى الشعبي رفضوا أي مظاهر للتقشف أو للأمور اللي هي تنال من مستوى المعيشة وخروج المظاهرات. حضرتك تذكر هذه الأحداث يعني؟ بالضبط بالضبط. أنا حتى لما كنا موجودين كان السمة الرئيسية للعمل السياسي في اليونان كانت مواكبة الاضطرابات السياسية الكتيرة المتوالية في كل القطاعات، ورغبتهم في تحسين الأجور والأوضاع المعيشية. لأنه الحكومات اليونانية المتعاقبة، اليونان بطبيعتها دولة محدودة الموارد، تعتمد على دعم خارجي، واقتصادها محكوم بمجالات معينة، أولها السياحة، سياحة الجزر والشواطئ، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة والزراعة. يعني هذه الموارد الأساسية للمجتمع اليوناني. طبعا بتشارك دول أخرى في الجنوب، في الجنوب المتوسط بعض هذه القطاعات. مثلا على سبيل المثال أسبانيا عندها ظروف اقتصادية مماثلة، ولكن اعتقد انه السياسات القائمين على السياسات في هذه الفتره يمكن ما كانوش منخرطين بالقدر الكافي في المشروعات الاقتصاديه ذات العائد الصناعي والعائد اللي يؤهل البلد انها تكون عضو فاعل في الاتحاد الاوروبي. كان معظم المساعدات التي كانت تجد كانت توجه إلى مجالات في القطاع السياحي أو القطاع الزراعي. عظيم. مصر لم تعد جاذبة لتواجد اليونانيين فيها كما كانت في الماضي؟ لا، ما أو طبعا. بمعنى آخر دعني أطرح الفكرة بشكل تاني مختلف، ليه اليونانيين تواجدوا في فترة ربما منتصف أو بدايات القرن العشرين، منتصف القرن العشرين ربما أوائل القرن العشرين أوجهها كان في منتصف القرن، نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. كانت اليونان في هذه مصر الفترة كانت جاذبة في هذه الفترة، كانت جاذبة لأنها كانت دولة مستقرة بتزدهر سياسيا. اليونان كانت في هذه الفترة يمكن توصيفها منها كانت دولة فتية في عهد محمد علي، يعني أنه
مصر. نتكلم على مصر. طبعا كانت دولة فتية ودولة مؤثرة في محيطها الإقليمي. صحيح. وكانت دولة فاعلة في إطار الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية اللي هي كانت بداية مراحل ضعفها أو انهيارها، لما كنا نسميها الرجل المريض. في هذه الفترات عناصر الجذب كانت موجودة، لأنه كان في ثورات كبيرة جدا في البلقان، باعتبار أن اليونان كانت من دول البلقان، فبالتالي كان في ثورات كثيرة رغبة في التحرك من سيطرة السيطرة العثمانية. فكان في هجرات من الأرمن والغريق الأرمن طبعا والقبارصة الأرمن ليهم ظروف مختلفة نتيجة المذابح اللي حصلت، بس تواجدوا برضو في مصر وكان ليهم وكان في شخصيات مؤثرة كمان، لأنه لأن مصر كانت عنصر جذب في هذه الفترة، كانت بتشهد استقرار ونمو اقتصادي كبير ونضج سياسي ساعدها على انها تكون نقطة جذب، مش بس كانت يونان وارمن وايطاليين انتقلوا الى مدينة الاسكندرية تحديدا باعتبار ان هم ليهم يعني مراكز تاريخية او تواصل تاريخي مع هذه المدن بالذات اسكندرية. اسكندرية كانت عاصمة قديمة لمصر، كانت مطلة على بحر المتوسط وليها تواصل مع ايطاليا ومع اليونان ومع شرق المتوسط، فبالتالي كانت عنصر جذب العديد من رغم ان اليونانيين مش بس كانوا مقتصرين على القاهره، يعني كانوا متغلغلين في كل انحاء مصر، وكانوا بيشتغلوا في بورصه القطن، وكانوا بيشتغلوا في مجالات مختلفه في المجتمع المصري. وكانها سنه الله في خلقه انه الدوله القويه الفتيه المستقره تجذب إليها مختلف الأجناس البشرية للتعايش والتفاعل تحت مظلتها، يعني بالطبيعة لأنه مصر بطبيعتها دولة جاذبة، لأن المجتمع المصري مجتمع متجانس جدا إلى حد كبير، مجتمع متسامح، مجتمع يقبل الآخر ويرحب به ويفسح له المجال، بدليل أنه النهاردة إحنا عندنا عدد ضخم جدا من اللاجئين المقيمين في مصر من مختلف الدول العربية والإسلامية، بيقيموا بيعملوا في مصر وبينجحوا لأنه بتديهم المجال إن هم ينجحوا ويتفاعلوا مع الشعب المصري ويفيدوا ويستفيدوا. عظيم. حركة انتقلت من اليونان إلى لبنان، لم تبتعد كثيرا عن محيط البحر الأبيض المتوسط في ثاني تجربة لك في عملك الدبلوماسي الخارجي. ظروف انتقالك للبنان كيف كانت؟ في الحقيقة أنا كنت بعمل في مكتب وكيل الخارجية المصرية للشرق الأوسط في هذه الفترة، رحمة الله عليه السفير سامي هيبة، وكنا في هذه الفترة منخرطين في التحضير لمؤتمر القمة العربي اللي عقد في الدار البيضاء عام 89، صيف عام 89، وأرسى الأسس لتكوين لجنة ثلاثية أشرف عليها الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري شاذلي بن جديد والملك فهد رحمة الله عليه لمعالجة القضية اللبنانية ووضع حد للحرب الأهلية، وبالتالي كانت نشأة اتفاق الطائف من هذه اللجنة أو انبثاق اتفاق الطائف من هذه اللجنة. بعد انت حضرتك رحت واتفاق الطائف بيتم توقيعه او كان خلاص وقع؟ لا، كان لسه بيتم التحضير له. كانت الظروف الامنيه قاسيه جدا، وكان في احتراب طائفي واقليمي كبير في لبنان، كان في حاله فراغ دستوري بعد ما انتهت ولاية الرئيس أمين الجميل سلم البلاد إلى مجلس عسكري بيرأسه الجنرال العماد عون وست أعضاء من المجلس العسكري بيديروا البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية، فكان في فراغ دستوري وكان في حالة احتراب مع القوات العربية السورية الموجودة هناك، فكان في جهود سعودية ومن خلال اللجنة الثلاثية اللي تم تأسيسها لوضع اتفاق وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنا رحت في هذه الفترة. رحت بناء على رغبتك؟ بناء على رغبتي.
طب ده مش شيء غريب يعني انت تروح لمنطقة ملتهبة بهذا الشكل؟ والله أنا كان عندي قناعة بأنه الأماكن الصعبة بتعلم الإنسان ما لا تعلمه الأماكن المستقرة أو الدائمة أو التقليدية. بالمناسبة أنت طبعاً حرك لك تصريح حول يعني عملك في لبنان، لعلك ذكرت بشكل أو بآخر أنه يعني العمل في لبنان مدرسة كبيرة، مدرسة لمن يريد أن يتعلم السياسة. بالضبط. وبعدين يعني في مقولة لأستاذنا السياسي والدبلوماسي الكبير والرفيع دكتور بطرس غالي، انه كان له مقولة دايما ينصحنا بها، يقول لنا الدبلوماسي الناجح لابد ان يخدم في ثلاث دوائر: الدائرة العربية والدائرة الافريقية والدائرة الاسيوية. ده دكتور بطرس غالي؟ دكتور بطرس غالي رحمة الله عليه. وبالتالي أي دبلوماسي مميز في الوزارة هتلاحظ أنه يخدم الثلاث دوائر حضرتك اشتغلت فيها. أنا عملت في هذه الدوائر الحمد لله، يعني من كرم الأقدار علي أن أنا أخدم في هذه الدوائر اللي اتعلمت فيها الكثير. بس جملة حضرتك حول لبنان، وكامل طبعا احترامنا وتقديرنا للبنان وشعبها، وكأن حضرتك تريد أن تقول أنه المشاكل السياسية يعني أي مشكلة سياسية تخطر ببالك ستجدها حاضرة على أرض الواقع هناك. هي لبنان مرآة للعالم العربي كله، لمشاكل العالم العربي، لمشاكل العالم العربي كله وتناقضاته وسياساته، وكل هذه التناقضات تتصارع على أرض لبنان. ومن يعني معالجة القضية اللبنانية دايما تشعر أنها بتتطلب توافق عربي عربي دائما. يعني حتى رغم وجود طرف أجنبي فاعل مثل الطرف الفرنسي أو الطرف الأمريكي أو بعض الأطراف الإقليمية اللي ظهرت مؤخرا، إلا أنه التوافق العربي مهم جدا في استعادة الاستقرار إلى هذا البلد العزيز علينا جميعا. هذه الإشارة الأخيرة ربما تحمل قدرا من النقاط الإيجابية وقدرا أكبر أو بشكل كبير جدا من النقاط السلبية. بمعنى إيه؟ أنه لبنان انعكاس للمشاكل العالم العربي، بمعنى أنه العالم العربي مهتم بلبنان ويسعى لاستقرارها، هكذا تبدو صورة للوهلة الأولى. بالتأكيد. لكن إذا ما تعمقنا أكثر وأكثر سنجد أنه وكأنه المصالح العربية تتقاطع على أرض لبنان، وأنه ربما من الأفضل أن يرفع العرب أيديهم عن لبنان فستستقر الأمور. يعني أي الأمور أقرب لتحليلك؟ مش بالضرورة، هو في احتراب إقليمي على أرض لبنان نتيجة غياب الدور العربي الفاعل. يعني التواجد الإيراني الإسرائيلي أو الاحتراب الإيراني الإسرائيلي الآن، الاشتباك الإيراني الإسرائيلي اللي بيلقي بظلاله على الشأن اللبناني، أعطي له مساحة لم يكن يتسنى له أن يتواجد في هذه المساحة لولا الانحصار العربي المؤثر عن هذا البلد الهام. يعني مصر، بمعنى أصح مصر في الستينات كانت لها دور قوي جدا في تحقيق الاستقرار في لبنان. السعودية في الثمانينات والتسعينات كان لها دور مؤثر جدا في استعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى لبنان. انحصار الاهتمام العربي بلبنان يعطي فرصة لتدخل إقليمي هذا البلد في غنى عنه، لأنه هذا البلد تحديدا هو مرآة العالم العربي على الغرب، وهو أيضا انعكاس للعلاقات العربية العربية. وبقدر ما يكون العالم العربي عالم صحي يتنفس هذا البلد الصعداء. لكن مشكلة لبنان في الأساس إيه؟ مشكلة لبنان بالأساس هي الطائفية السياسية
التي تحول دون تحقيق استقرار سياسي حقيقي، لأنه في مراحل مر بها هذا البلد على مدار منذ استقلاله ومنذ وبعد سايكس بيكو، قادت إلى وضع سياسي واقتصادي واجتماعي معين تم معالجته من خلال اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية فيه عام 1989، وانتهت فعليا عام 1990، وعاد كما كان بلد موحد، ولكن بيشهد مشاكل داخلية نتيجة الطائفية السياسية. سعادة السفير، أستأذنك نتوقف عند هذا القدر من هذه الشهادة المهمة على أن نواصل بإذن الله الأسبوع المقبل. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير شريف شاهين عضو المجلس المصري للسياسات الخارجية، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك وللقناة وللسادة المستمعين. مشاهدينا الكرام، بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل يتواصل اللقاء والاستماع إلى هذه الشهادة المهمة. إلى اللقاء.